هذا علم القاعدة، وهؤلاء عناصر التنظيم. وهنا سوريا، درعا، دمشق وريفها، دير الزور، الميادين، البوكمال. إرهابيون انتحاريون في سيارات مفخخة، وأعمال قتل وتخريب وإرهاب. الزمان ليس أيام الغزوات، والمكان أرض الإسلام الحق، أرض بلاد الشام. التنظيم الإرهابي استوطن الشام وجاء ليصطدف الماء العكر الذي تسبح فيه الأزمة السورية، وذلك عبر جناح تنظيم القاعدة في سوريا والمعروف بجبهة النصرة لأهل الشام. أبشر الأمة الإسلامية بالحدث التاريخي المنتظر بتشكيل جبهة لنصرة أهل الشام من مجاهدي الشام في ساحات الجهاد. العمليات الإرهابية لجبهة النصرة هذه هي من العيار الثقيل، ينفذها إرهابيون انتحاريون، وآخر ما تبنته الجبهة مسؤوليتها عن إلصاق عبوة متفجرة بسيارة في ساحة حي المرجى في دمشق في وقت سابق من الشهر الفائت. أما آخر أعمالها المعلن عنها تفجير حي الميدان، والذي نفذه إرهابي انتحاري سيرا على الأقدام. ولم تعلن الجبهة الإرهابية بعد مسؤوليتها عن تفجيري إدلب، والذي راح ضحيتهما 8 شهداء، ويحمل بصمات إرهابيي التنظيم نفسه. نشاط غير مسبوق لتنظيم القاعدة في العمليات الإرهابية الانتحارية في فترة زمنية قياسية. انفجاران إرهابيان في دمشق في 17 آذار الماضي، وانفجار إرهابي آخر في 6 كانون الماضي في حي الميدان، والانفجار الإرهابي الآخر في الحي الدمشقي ذاته في 27 نيسان الماضي. إضافة إلى التفجيرين الإرهابيين اللذين ضربا حلب في 12 شباط الماضي. تربة خصبة بلا شك وجدها تنظيم القاعدة في الأزمة السورية، لكن هذه دمشق، تلك حلب، هذه ليست أفغانستان، وأهلها لا ينتمون لطالبان أو تنظيم القاعدة. هنا أرض الحضارة والتاريخ، والقاعدة وفروعها لم ولن يكون لهم موطئ قدم في أرض المحبة والسلام.